والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول في التفسير لشيخ العلامة محمد بن صالح الأسامين رحمه الله تعالى. هذه أمي مختصر رسالة في درجيري. والآن شاشي نو أغباك شبر القصص. مصنف كرام بيان القصص والقص لغة. جاهي قصص وينوس جاهي القص وينوس كاغو عربي زبان مزن تتبؤ الأثر. تتبؤ الأثر تتبؤ تعربي كاري تتبؤ اتباع شامي مز الأثر. أثر شيء تونا نشانا. أثر شوانا نشانا قو نشانات هنس تعربي. يا أشكاوني following footsteps. شيء نيل بيوان سنة. بتكي بديش نانا يا بتكي كستم دراموت. أنت ما سانم شو عادي تيم نشانات. تتبو أولا أثري يعني نشانات هنيس. تعرفي following footsteps. يقول لك أتمنى كم معنى؟ قصص. وش استلاحي؟ استلاحي ما أنا كاشو قصصس. الإخبار عن قضية ذات المراحل يتبع بعضها بعضا. الإخبار خبر دين عن قضية كوني قضية مطلق قضية شونا مسلس كوني مسلس مطلق دين خبر ذات مراحل مگر مرحلة منس يعني مرحلة مطلق وستيج بستيج لول بي لول بيراديكال يتبع بعضها بعضا يتمن أخي بيكس فاك. It is story, you know, both are English as well. But say the man, you go educus. You say, my name is Alif Lala. Hazard of Tar. Alif Lala's one, God nuke. But you can ask us to, but I don't know what Majid, but like you got Chasla, you saw your son? Ask Belial. But you be Ask Belial, but you be Ask Belial. You went to Sasan Kassan, now Alif Lala. Mother Patches, but you tacticus to lies. Gorgoy, Padgoy, Padgoy. It's a paragraph English story, Chasan. I can't go on Gorgoy, Padgoy, Marhalamos, Marhalavais. برن کلی اس کوشن زیاد ایم داستان پسند پتہ چھم آسان بہت زیادہ ریڈ ہوس پٹھ ایم داستان دپان ہے داستان آسان آو بہت زیادہ چھم پتہ ایم پرت آس واریہ کن دوس لگان سن آس چھ داستان مگر یہ سو چھ آسمان زمین فرق ہاں وقصص القرآن اور اش یمن قصن یز کتھ چھ دت کرن تم کم چھ قرآن قصص یمن قرآن اس مچ آمد قصص یمن کیا چھ یعنی عام قصن عام سٹوری انت قرآن کی سٹوری مز کیا فرق عام قصن تو قرآن کس قصص مز کیا چھو فرق پر فرق چیتے شیخ صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ کرم بیان نبرات اصدق القصص قرآن قصص چھو اصدق علا وزن افعال یعنی سی اگل تبزیل سپر لیٹو ڈگری یم چھو ساری خود پیسترین قصص هم چاسان چن پای سو کا اوسا واقعی سو کا ویکن کی ہن یتا تے تھشتی کرو شے دوز متن سو چا اوس مد واقعی کن کی ہن مگر قران قصص چ سری ثابت اور بیشم سر کو پز ترین قصص ی قوله تعالی جیسے کہ اللہ تعالی فرمان چھ ومن اصدق من الله حديثا اللہ تعالی سن کو کچھ پجور پنس کلام سندر یعنی یس قصہ کر قرآن بیان ام کت کس کر بیان ایتو قلام لی بینو تی پوز کنی وَذَلِكَ لِتَمَامِ الْمُطَابَقَتِهَا لِلْوَاقِعِ اور یم کن اعتبار چھ ازدق القصص تکیا جی یم چھ یم دن واقع حقیقت چھ حقیقت چھ حالت پر مبنی یم کن پھر دیا مجھ بنانے یم چھ حقیقت چھ حالت پر واقع یعنی یم چھ گمت واقع وَأَحْسَنُ الْقَصَص بیم پھر کچھ ہمان قصند قرآن کس قصص یہ چھو احسن یہ تیچھو سیگے تبزیل احسن بہترین قسم کہ اس قرآن چھو پانے ہونا لقوله تعالی رب سن چھو فرمان نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک حاضر القرآن
أشوف كوري تا يكون النجدي للقرآن لهذا إشكار وتيمي أحسن القصص ودي في سورة يوسف كيس بارس ما لكن قرآنك سري قصة الحمد لله أحسن القصص بهترين قصة وذلك الاجتماع لها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى أري من القصة عندك شو أخشيم بلاغة اعتبار كمالس بلاغة كاتشو أنا يبدو إن شاء الله يشو نحو توبيكي بتي نحو سارة باتشو بلاغة تو مگر ایت سنو ایک مختصرا بلاغه معنی گو یس کلام چھوٹا ہے ما قل و دل لکوٹا اس کلام مگر اتا شی وشی جیسے احادیث مبارکہ ایک جوامع الکلم اچھو چھوٹ کلام مگر یہ وسعت وال معنی صدر یا قران مجید اخ لفظ چھو وسعت وال کلیئر و جلال المعنی بیش عظیم معنی من قصصا اور ترین فرق و انفع القصص ساری خود زیادہ بینیفیشل جو ہم کرتے شونی موز کو سیاگ استعمال اسم تفضیل ساری خود زیادہ بینیفیشل ہم قرآن قصص شیم چو ساری خود زیادہ بینیفیشل لقوله تعالی رب سنی فرمان لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب عقل والی ہند خطر شیم من قصن اندر بتحقیق شیم من قصن اندر عقل والی ہند خطر نصیحة عبرة وذلك لقوة تأثیرها في اصلاح القلوب تجاتي يمن قصص اندر يم قران اندر چ مذکور قصص يمن منشو دلن هند خطر اسلوب تاثیر یعنی يم چ کران سو اثر باد يم چ دلن کیا چ گسان اصلاح والاعمال اعمال چ درست گسان والاخلاق اخلاق ان پچ پیو اثر گو يم چ نہ اثر رستے يم چ انفلوئنشل بنو اس انفلوئنشل يم قصص يا ستوريز يم زن انسان سن اعمال اخلاق انت بے قلوب ان پچ تھا اثر انداز ان پچ قسم قرآن اس مس کج قسمی قصص شامل بیان کرنا شکر بیا رحم اللہ تری قسمی وہی ثلاثۃ اقسام قرآن کن قصصن چھ کس قسم تری یعنی یہ کہ قصص شامل بیان کرنا ان چھ براڈلی ڈیوائیڈڈ انٹو تھری کیٹیگریز کیا کیا قسم عن الانبیاء و رسل اگو تم قصص ان کمن متعلق شامل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام متعلق بے رسول متعلق وما جرى لهم مع المؤمنين به والكافرين بي يمكن تيجي زاوية من المؤمن تكافر رأيتي من سيد كم عمله بو هاي كسر مجد يعني يمكن ذي جماعة شبانن أعني حق بارك أهل الحق بعدين بيت بارك أهل الباطل يمكن سيد كم عمله بو وقسم أردين قسم شو عن أفرادين فردن مطلق يمكن individual كاي individual كستشنا واريه والطوائف يا كوني جماعة مطلق جرى لهم ما فيه إبراهيم مگر تفهمون كيف سين خطر نصيحة إبراهيم فنقله الله تعالى عنهم بس الله تعالى قرتي مو اسكن منقول يعني يكون بيان قصة مريم اش بارا سورة مريم اسمتش يا واري ان جن چامدني مريم من قصة شش پتہ ہوں سا پاک باز پاک دامنی آسن ها ولقمان سورة لقمان چ اتنا وس پٹ والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها بيتن صاحب سن یس تم بستی کی اندرا یہ بستی اس بالکل زمین بوس گمت اکثر مفسرین چھ ونا یاسا اس سیدنا عزیر علیہ السلام ایم اس اوسی بنی اسرائیل نی حالت پتہ تمس کھار وغیرہ سوت تو تک من دوست چوٹ وٹ وغیرہ کھن چنک سامان تو ایم من یت بستی دی اندے کے پتہ رسول بل عالمین اندر سنا مارو اس کو سوری بکرا اس مستی وجل قرنین ذہن گول مراد ایم سے ونا چھ ذل قرنین ہا ذل قرنین وقارون قارون واصحاب القحف قارون سو مالدار نمرود اسدی اسے معروف واصحاب القحف يمكنهم غاربل واصحاب الفيل ابرها سن فوج واصحاب الاخدود يمكنهم يمكن خاص مزا اعتراض نہ چنا اے کا سمجھ وغیر ذلك يعني علاو تکیں جیسے نمرود سن قصہ شو فرعون سن قصہ شو تم سری نات مزن يمكن تگی ز قسم وقسم عن حوادثه بيجي يعني انزل واقعات شيء مثلا واقوام يا اقوام المتعلق في عهد النبي مگر كاتمز رسول الله صلى الله عليه وسلم دي داور اسمه دي واقعات بي يا اقوام من حالات جيسے قصة غزوة بدر غزوة بدر و احد غزوة احد و احزاب غزوة خندق يتي جنانچ و بني قريظه يمش ترقي بيل يهودن ين كاتي مدينة صندر كس كس بنو قريظه بنو نذير بنو قينقاع ما معروف انت وبني نذير اور من بني نذير ہن چتے پائی ہوندا سو بچتا نہیں ہن مارن تم کود ویل ختم کرنا یوں تو سی ہوند زہر تا
تو هم زو كيبيل ايتي جلاي وطن كارن غور كوت خيبر پتاي دفع كارن ايتي عرب منج وزاد ابن حارسه منطق مسل ياكشو زاد بن حارسه سن وابي لحب اپرچ سوري يمسا دعوت پیغمبر صبو وعلانيا دعوت کر پت کر اتمنن انتهاي بربل تو تحت پر آپا سوري لحب وغير ذالك باقي گو وانکش قسمي چه قصص قصص تره یا چه نبیان مطلق رسول مطلق بي اموتی من پر ایمان انیا انکار کر نمبر دو شکی اصلا افرادن ده اقوام مطلق اور نمبر تره شو واقعات ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنجی زندگی مبارک اسمز گئی ولل قصص فی القرآن حکم کثیرت عظیمت منها مشان پر سوال اهم سوال آخر کیت کر قرآن مجید نیم قصص بیان چرا؟ ام کیت کر بیان اچھو عظیم قصرت سان حکمت اخشی واریا حکمت بیش عظیم حکمت تیمو من شکی هنم نمبر آخ یدن چی شیعہ گندرمان سات کت سات حکمت نمبر آخ بیان حکمت اللہ تعالی اللہ تعالی سن جی حکمت جی وضاحت تضمنت حاجه القصص یمدن متضمن چی من قصص المنس یعنی اللہ تعالی سن حکمت یمن قصص اندریش سو کیا شی لقوله تعالی جیسی رو فرمان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر بتحقیق وہ تحنیشن تیم خبر ایمان موز کیا شو مزدجر مزدجر کیا گئی ڈھانٹا پٹ حکمت بالغ یہ بالغ حکمت مگر فما تغنی نظر لیکن ایمان قصہ دیتنا ہمان کیفرن فائدہ جتلاون والن فائدہ بیان عدلہ تعالی بی اقوبت المقذبین بیشی ایمان موزن یہ وضاحت کہ یہ موزن جتلو اللہ تعالی سن کلام اللہ تعالی سن انبیاء کرام یا رسول تیہن سزا تیمن کیا سزا دیت ربن لقوله تعالی عن المقذبین یبن اللہ تعالی نیمن چٹلاون والے متعلق من وما ظلمناه ولكن ظلموا انفسهم اشنس کور نہیں من ظلم مگر یم پنی سپانش پٹ پانی ظلم کرن ول فما اغنت عنهم آلہتهم دیت یمن پنی ما عبدانی بیت لو کہن فائدہ التي يدعون من دون الله من شيء ذره برابر تی یم یمن پوجا یم اللہ تعالی ترے تی ما پوین تیمو دیت نی من تایم ساتن کہیں پر کین سات لما جاء امر ربك الى الله تعالی سن حکم یعنی مراد چ عذاب او ال پتر اپ سن عذاب تا پکڑ ائی پد دیت نو ما معبودانی بات یمن کہیں تی مدد بیان فضله تعالی بمصوبۃ المؤمنین بیشی من قصص اندر یا قصص اندر یم چیز بیان آمد کرنے یہ وضاحت آمد کرنے کہ مومنین کیا ثواب چھ اللہ تعالی دیتمت کس اجر چھ ربن دیتمت لقوله تعالی جیسے رب سن فرمان الا على لوط اس اصل یلی لوط علیہ الصلوۃ والسلام سن قوم سو سنگ سری گئی نا سنگ بری گئی نا آسمان پر مسلمان کنے کیا تیمس کنا سو دور فطری عمل سوائے ایتوت نجات آل لوطن آل لوط مراد چھ ایمزن سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمانون نجیناهم بالسحر اجی تمن صبح وقت کیا دیمن انا ان تو چلو رات سند دیم چھ سس پونس نعمت من اندنا یو سان طرف ایمان نعمت کذالک نجزی من شکر اللہ تعالی چیتے پر جزا دیمان تاس یہ شکر گزار رہ چورم تسلیت النبی اما اصابہ من المقذبین له نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دیون اطمینان بخشون کم اعتبار کہ ممن مقذبین سے کیا شو اخر گومت ان کے نصر چھو بزایر یمتے مقابلس منس یم چھو تئی اضاح وات نوان یم چھو تمہو دی دین حق قبول کران یم چھو تارا تارا کی ہندرنس کریٹ کران مگر تو یو شواز یم تی پاس کن جتلاوان ملشی اسمی تی منسید کیا معاملو کر ربن لقوله تعالی جیسی رب سن فرمان و این یکذبوقا اگر ہز یم تشو اپو زانان فقد کذب اللذین من قبلهم یمو چھو ام بروش تیم اپو زان میت یم آمد چی منشن جاعتهم رسولهم سو ان طرف یم پیغمبر آئی منشن رسول آئی بل بینات حالانکہ تیمش واجب معجزہ ہے تیمان واجہ نشانی ہے تیمان و بالزبر زبر چھونا صحیح پر تیمان اصلا کیا آسمانی صحیح و بالکتاب المنیر بے اخ روشن کتاب روشن کتاب معجزہ تو صحیح یا سنے رسول ایمی حیثہ ایمانی شن تن پتی جتلو ایمان لہذا چھے آسمان اتمنان کی یہاں سے نو کن چیز تشیم زانان جتلاوان یہ شاید بروٹ روز مسانین ایمی ہاں سے معاملہ پوچھم ترغیب المؤمنین کل ایمان بالثبات علی یلی مؤمن نعم ثم اخذت الذين اشش ايه بين اسمي سوره فاتر ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير تن پت کرش پکڑ ایمان کمن ایمان کے پر پکای پکان ایم کا پرش بچن بات کج اسی من پت ہے اس کا سمجھ ترغیب المؤمنین کل ایمان بالثبات علی
امس چی مهم نیست پرگیر کی امروزن ایمان است؟ سر یلیم بودن چی نه حق شایمیش بول بالا گرد گرد چه حق سامو چه هندرانس کریت کردم لیکن جیو شایمیش کمی چه اسمت حقیق یمن چه امس چی ثابت کردم روزان و از دادی منو بشیمن از آبگسان ایمان استاندار قوت استاندار از علی موهو یلیم زانان چو نجات المؤمنین السابقین که سابق مهم نیست پرچ میلیمت وانتی سارا من امرو بالجهاد ربن که پرچی تیمن مدد کرمت که متحج باید من چو تقدر کرمت جهاد کرمت لقوله تعالى جیسی رب فرما پست جب نالو اشرف کرپت استجابت امیس ونجیناه من الغم اشرف جوتا من نجات کن نشن وکذالک ننجی المومنین اتھے پرچیز مومنین تی نجات اکران جس بارس موش حضرت یونس علیہ السلام سلیل بارس موش وقوله بيفرما رب ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم وبتحقيق اشكر ارسال تيبرو يمن كن رسول يعني من قوم كن فجاءوهم بالبينات بتايتم واجه نشانيات فانتقمنا من الذين اجرموا مگر يم مجرمش تمن كو حتت بت انتقام وكان حقا علينا نصر ال ايش ريليتد بوينت اور اش پر چ واجب اش مومن مدد شیمت تحذیر الکافرین من الاستمرار فی کفرین اتنی چھ ڈھانٹ ڈپٹ کمن کافرن یم پنس کفرس پیٹھ چھ تسلسل سان یم ونکنس کنٹینیوسلی چھ کفرس پیٹھ تہند خاطر چھ ڈانٹ ڈپٹ یہ باز لقوله تعالی اور فرما افلم یسیروا فی الارض کیا یم چھ نہ زمینس کران سیر فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم یہ مچھان کہ یمن بروٹ یمو انکار چھو کرمت تیمن سے کیا معاملہ ہو یعنی یمن انکار کرن والے امام آنے تو ہی وشوک تو شو آپ پر ہی نہیں آنے کیا یمن آس اکثر یم تجارتی مہم کا پر آپ پر ہی یمن علا شاہ وغیرہ یہ شروع میں زیادہ انبیائی کرامن یزی سرزمین اور آپ پر چھو کینسن کومن عذاب تھی گومتن تو یہ آپ پر چھو نہیں آنے تا ہے پتا چھو کہ یمن کومن چھو عذاب دیتن گومتن تو یہ کیا چھو نائم مزن نشیت رہتا دمر اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلاق ولی الکافرین امثالہ ہے اس کا سمجھے نقطہ سات اس بات رسالت نبی اتمن چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسالت تک ثابت اسی مراد چھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسالت چھ پزیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ پزیر رسول فان اخبار الامم السابقه تکیا یم خبر کر چھ سابقہ کامن ہن لا یعلمها الا الله یمن رسول رب سر زانا وکے من یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مطلب کیا گو اس واقعی رب سے در پاک رسول عز وجل لقوله تعالى جيش رب فرمان تلك من انباء الغيب نوحيها اليك يمه چ گپ چ خبر اشم تاي کي کي پدن سوزان وحي کي تاي چا شنه پتا مگر اش کرتا کوني وحي ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا نشو تو هي يم زانا نه حضرت تو قوم يي ام برون زانا اش کرتا کوني وحي تي لجي پتا وقوله اذا پر رب فرمان الم ياتكم نبا الذين من قبلكم یمن نشوت ها یمن نشوت کیا تم خبر یمن ان برو اوش قوم نوح نو علیہ الصلوۃ والسلام سن قوم معاملہ وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله یا تمن یمن ایمان پات ائے تمن اوستو زانا رب سارے مگر اشکر بدر یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یم چیلن ہن افشا تکرار القصص یم کیا قصص کیا شام ریپیٹ تکرار کا چونا ریپیٹ ینس چنانچہ بارے ہیں جہین وچان کہ کس شام جیسے موسیٰ علیہ السلام سن شبارے ہیں سورہ مبارکہ ناندر آمتن یہ کیا جیوان من القصص القرآنی یہ انن قرآنی قصص ما لا یاتی الا مرتن واحد کیا کس شام اکیلت مرتن واحد اکیلت جیسے مریم لکمان علیہ السلام سن لکمان سن شام اچھی جائے پچھنا مجھے گی جائے اصابی کافنی ان شام اچھی جائے مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعوه إليه الحاجة مگر كيف كسكي شامد ريبيت سو ضرورة وتقتديه المسلة بير مسلة تميش تقاضي ولا يكون هذا متكرر على وجه واحد اور یہ تقرار سنا اكي وجه سيد يعني اچھو باري وجوهات كيف شامد ريبيت بل يختلف في طول كاكس شامد كنجي تبالت سن يعني زيش رسمان والقصر كن سات شامد سو تو چھو آدم علیہ السلام سن سو چھا آمدن سورہ بقرہ سن ڈیٹیلر سورہ آراف اس میں چھا آمد تیمی کین جزیات واللین کنجو چھا آمد نرمی سان کسی بیان کرن وشدہ کن ساتھ چھا آمد ہی بیکی جی چھا آمد کس مگر تیجی چھا سن سن سکتی
وذكر بعض الجوانب القصة في موضع إذن كن جاي شامل عمي كسوك أخيص بيان كارنا كن جاي شامل أشي باتين توتال قرآن مجيد من كده قصة أشي سوري إكوتر رلاوان باتش دمان يشوفوا يفر معامل ورنما چو قرآن مجيد من كن جاي أكي كسوك أخيص بيكي جاي شو ومن الحكمة في هذا التقرار أشي أسمى كي حكمة ريبيت كي جاي شاكن چو پانس وجه كرمت بيان نعم بيان أهمية تلك القصة أجتنا فكري كي يتسكو تا أهم شو لأن تقرارها يدل على إناية بها كي عجي يلي انسان كون چيزة شنا ريبيت ريبيت کرنا يكا پرشو دلال کرنا وكون خاص توجه يلي رو وان يپرن اي وان بيتي يوه چيز شنا اس كوشي منان اشير ريبيت کرنا اس كي عجي اس من يكا تو كون إناية يكا توجه تو كون توقيد تلك القصة امي كسوش تعقيد بياني وان کرنا لتثبت في قلوبنا تاكي يجي لكن هنن دلال من طيبست غصون توشي واني ريبيت کرنا نمبر 3 مراعات الزمن وحال المخاطبين بها اتما چه زمان اشتام بس مراعات هاونه يعني خيال اور يمن المخاطب چه سامعين چه تهون تهام الخيال ولهذا تجد الإجازة كون ساتي كان قسام مختصر والشدة اور كون ساتي كون قسام دام سختي غالب نا اشونا بدل اشونا ولهذا يوه چه وجه تجد الإجازة والشدة غالبا في عطا من القصص في سوري في سور المقية دي يمكن مقية سور شنو أتمنى كش زيادة أحوالها من بيان كرنا كوبناك كده أتمنى سان زيادة دراونا باقي شيء قول لي هذا قصة أو اختصارا بيان كرنا بلا سعي أتمنى سختي ثاون إيش هي مقية سور المزوجان والعكس في ما أتى في سور مگر ما تني سور المزوجين سوشان تقول ما شيء آخر سوشان كي قصة جالس سورة بقرة إيش مقية كي ما تني إيش ما تني سور شنو أتمنى شو تريل ثانية قصة مگر شدة شد نرمیشی من کسر منو کیا جشی تیمیدن مقاتبین کمی حیش احوال مدنی سورن منو چه اکثر کمن کتابت صحابا مکی سورن منو کمن چه اکثر کتاب کفار چه باری کم اسمیت ایمان ایمانون جادوز کفارن کن نمبر 4 بیان بلاغت القرآن پی ظهور حاجه القصص على هذا الوجه امسی چی فکر تران کی قرآن مجید بلاغت آسر ایمان قسر منو وزاک الوجه على ما تقتجی کیا جیشی تخاز کاران نمبر 5 ظهور صدق القرآن انت چي يجي ظاهر گسان کي قرآن چي پوز كلام وانه من عند الله تعالى اور بيشي فكر تنا چي كم سين طرف هاي شو تاتي هذه القصص متنبئه بدون تناقض تي جاجي يم چام مختلف چنا امجن اخشام قصص مختلف بيشي مختلف پيار اين مزا مگر کنٹراڈکشن چن گو يي کنٹراڈکشن نا اسون چي فكر تنا کي چي واقعي كم سين طرف الله تعالى سين طرف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله